محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي هينضم للمنتخب يوم 14 نوفمبر، واحتماليه مشاركته في مباراه بلجيكا كبيره جدا لانه بالتاكيد فيتوريا هيعتمد عليه. محمد صلاح عنده ماتش مهم قدام ساوثهامبتون يوم 12 نوفمبر بالدوري الانجليزي، وبعدها على طول هيروح الكويت وينضم لمعسكر المنتخب. تعالوا نشوف راي الجماهير وتوقعاتهم لمباراه منتخب مصر وبلجيكا ونرجع لكم. توقعاتك لمباراه مصر وبلجيكا الوديه؟ والله نتمنى المباراة تطلع بشكل كويس ونتمنى توفيق لمنتخب مصر. مباراة صعبة ومع مصنف من أكبر خمس فرق في العالم، فنتمنى يعني تكون مواجهة كويسة ونستفاد منها بأكبر استفادة يعني، ونتمنى صراحة التوفيق قدام نفسه برضو دبرم. فيعني احنا نتمنى ان احنا نطلع بنتيجة إيجابية، يعني هنقول مثلا ان احنا نطلع بتعادل حتى على الأقل ان شاء الله. دلوقتي في عناصر كتير كويسة في منتخب مصر بالذات المحترفين، يعني بيقضوا فترة كويسة بالذات مصطفى محمد في راس الحربه، وصلاح بيأدي بشكل كويس انه هداف دوري الابطال دلوقتي، وان شاء الله يعني هتبقى عكس اخر مواجهه اللي كانت قبل كاس العالم لما خسرنا، وهتبقى ماتش كويس جدا. يعني شايف ده مباراه قويه ومباراه تبقى قويه جدا، واحنا يعني نتمنى ان احنا نطلع بنتيجه كويسه قصاد بلجيكا. بلجيكا فيها ناس العتاوله لعبة جامده جدا، يعني لوكاكو، ايدن هازارد، كيفن دي بروينج، فيها كورتوا، فيها ناس على اعلى مستوى. يعني نتمنى ان احنا نطلع بنتيجه كويسه. شايف ان تبقى بدايه حلوه للمدرب الجديد وانه اختبار قوي ليه، وان شاء الله نأدي ماتش كويس استعدادا للي جاي بقى امم افريقيا، وان شاء الله بقى كاس العالم الجديد بعد قطر، وان شاء الله نأدي احلى، نعمل احلى اداء. مواجهه صعبه جدا، وخصوصا انها تبقى مواجهه ما بين صلاح ودي بروين، وخصوصا كمان ان بلجيكا هو منتخب مصنف، فاظن يعني ويا ريت ان المنتخب ياخد خبرات من الماتش ده ويستفاد من التجربه القويه دي. وبعيدا يعني عن اختيارات فيتوريا مدرب المنتخب، بس ان شاء الله خير. يعني هتبقى مباراه صعبه جدا على منتخبنا الوطني، بالذات ان منتخب بلجيكا فيه عناصر قويه جدا زي ايدن هازارد ولوكاكو وتيبو كورتوا، وطبعا كيفن دي بروين احسن صانع العاب في العالم في الفتره الحاليه. بس برضو منتخبنا الوطني فيه عناصر جميله وقويه زي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود متولي والشناوي،